الهدف من الورشة اليوم هو اطلاع الطلاب بالجامعات المتخصصين في القانون على محاكم سوق أبو ظبي في العالمي، وهذا طبعا برنامج، في هناك عدة برامج أخرى من حيث يتم تنسيق مع الجامعات فيما يخص التدريب المهني، التدريب الصيفي، وأيضا بالنسبة للخريجين الذين يتم استقطابهم أو تعيينهم في المؤسسة هناك برنامج خاص فيهم عبارة عن مدة سنتين بحيث أنه يطلع على جميع الإدارات والأقسام في السلطة المعنية وذلك لرفع كفاءة المتدرب. هذا السمينار أكيد مفيد ومهم لأن المحاكم هذه محاكم أسواق سوق أبو ظبي العالمي، محاكم جديدة وهي يعني جهة قضائية جديدة، وأكيد بالتالي هي تأثر في كيفية رفع الدعاوى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضيف جهة قضائية جديدة، فبالتالي طلبة القانون جدا مهمة، لأن طلبة القانون الإجراءات عندهم أكيد لازم يعني يعرفونها، وأن هاي المحاكم لازم يعرفون تقسيمات المحاكم، فهذه الجهة جديدة، وبالتالي يعني السمينار كان مفيد حتى يستطيعون أنهم يعرفون مثلا شو هي اختصاصاته وشو هي القانون اللي هم يطبقونه في هالمجال. نحن في محاكم سوق أبو ظبي العالمي لم نفتح أبوابنا بعد، نحن في صدد الإعداد والتحضير، ومن المتوقع أن نبدأ عملنا في منتصف ديسمبر المقبل. ورشة العمل اليوم شهدت مشاركة فاعلة من الطلاب الذين أرادوا أن يعرفوا أكثر عن القانون المشترك. سنقوم بورشات عمل أخرى في هذا الصدد كي نصل لأكبر عدد ممكن من